السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الـ OOP الـ Object Oriented Programming، البرمجة كأنية التوجه. لدينا دورة جديدة وهي عن الـ OOP الـ Object Oriented Programming في البايثون. في هذه الدورة راح نتعلم كيف نستخدم طريقة الـ Object Oriented Programming في كتابة الكود، وراح نعرف ايش هي الـ Object Oriented Programming، ايش هي البرمجة كأنية التوجه، ما هي الـ OOP. انا متأكد ان هذه الدورة راح تكون افضل دورة وراح تشوفها عن الـ OOP في البايثون في حياتك. كل ما تحتاجه هو اساسيات البايثون، واهلا وسهلا بك في دورة الـ Object Oriented Programming في البايثون.